المفروض انها بتمثل الصحفيين المصريين لا. وبيتم تمثيلهم بشكل انتخابات حره. نعم. هناك اخطاء ضخمه جدا وقعت فيها مجلس النقابه والنقيب السابق يحيى القلاش في التهاون في الدفاع عن قضايا كثيره خاصه بالصحفيين خوفا من انه يدخل في صدام مع السيسي، وفي الاخر السيسي دخله وحكم عليه بالسجن كمان. نعم. وبالتالي في مشكلة بتواجهنا احنا كصحفيين، ليس لدينا الآن في الوضع الحالي غطاء قانوني أو نقابي يحمينا من يعني هذه العصابة. إن النقابة النهاردة لا تستطيع لا تستطيع لسبب إن كانوا منتخبين وإن كانوا جايين بزور إرادة الصحفيين وغيره. هو طبعا الأغلبية اللي موجودة في المجلس فيه 4 زملاء أعضاء، الباقيين جزء متردد وجزء مؤيد وجزء خايف من السيسي، ففي الآخر بتطلع الحصيلة هي المسايرة لاتجاه القمع اللي بيتم حاله أو الأمر الواقع يعني. وده معناه تضحية كاملة جدا بجيل كامل من الصحفيين، لأنه الإشكالية الكبرى اللي احنا أحيانا ما بناخدش بالنا إن من 2013 في برنامج محدد وخطة واستراتيجية بيعملها السيسي وبينفذها على مراحل تدريجية لمنع الكلام في مصر، وأن الصحفيين أقصى ما يمكن أن يفعلوه هو أن يتحولوا إلى عساكر في إدارة التوجيه المعنوي عنده في القوات المسلحة. أنا عندي تفصيلة، وده حقيقي فعلا. نعم. أنا عندي تفصيلة حول التنكيل نفسه يعني. إحنا الحقيقة خلال الفترة الأخيرة لما رصدنا عمليات تعامل الدولة عبر قضائها وعبر محاكمها في اعتقال الصحفيين 5 سنوات احتياطي أو حتى إطلاق سراحه والبقاء 5 سنوات تحت الرقابة الاحترازية، أنت شايف ده بالنسبة للصحفيين الهدف منه إيه؟ يعني هو بيعمل تعسف واقف ضده، بيمنعه، بيعتقله، بيضغط عليه، هو عاوز منه إيه في الآخر؟ يسكت بس؟ مش يسكت يعني يسكت ده مهم جدا، لانه السكوت معناه هو في رؤيه للسيسي اكبر من عمليه القمع. القمع ده وسيله للوصول الى هدف، حتى اللي يعني الهدف يقرف ودانه يقول له ما تفكرش بعد كده تطلع تتكلم. كل وسائل دي رساله يعني لا يعني وسيله يعني 5 سنوات احتياطي بخش صراحه حتى الان رغم ان في حكم محكمه صدر انا بادفع من 40 50 يوم ويفضل محبوس لحد ما يضغط عليه. لا انا كل يوم هبيته يعني، شو كان هيطلع مثلا من السجن بعد 5 سنين هو قاعد فعلا 5 سنين، وبالتالي حتى القاضي ذات نفسه لم يخجل من ان يظهر الطابع السياسي للحكم بتاعه، توجه الى شوكان وهو بعد ما حكم عليه ب5 سنين هو و122 واحد وقال له معنى كده انك هتخرج، فحكم عليه ب5 سنين اخرين، يجي الساعه 5 او الساعه 6 بالليل ينام في السجن في القسم كمسجون سياسي. هو المشكله في ايه؟ ان انا لازم اكرهك في مهنه الصحافه. انت ليه اخترتها؟ طيب ده انت لما هتبقى صحفي مش هتبقى فخر للاسره، مش هتبقى انسان محترم داخل المجتمع. تنقل واقع وحقيقة بالظبط، انت بتبقى اهلي واهلك وقرابك وشعبك.